وجه وزير التموين الدكتور علي المصلحي الأجهزة الرقابية بتشديد المتابعة للتأكد من توافر المواد البترولية من الوقود والبوتاجاز بالأسعار المحددة. وقد تضمنت التعليمات التي أصدرها الوزير إلزام جميع الأطراف بالتعامل بهذه الأسعار وبيعها للمواطنين وعدم حجبها عن البيع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين. ويقوم الوزير بمتابعة غرفة العمليات بالوزارة أولا بأول للتأكد من انتظام توفير الوقود والبوتاجاز وكذلك استقرار وتوافر السلع الغذائية وثبات الأسعار وعدم تحركها.